السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم في قناة كويزين أميرة الطبق اليوم غادي نقدم لكم سفة مفورة بالطومات وبالدجاج. بغيت نقول لكم هاد شعرية السفة ماشي هي شعرية ديال الحلوة وماشي الشعرية المدفونة، هذه شعرية اللي غنستعملها محمضة، فيها الطومات وفيها الدجاج، فيها الصوص ديال الطومات وفيها الدجاج والبصل. دابا تشوفوا معايا، تبعوا معايا الفيديو للآخر وغنبدا معكم على بركة الله المقادير والطريق. وقبل كل شيء ما تنساوش تشاهدوا الفيديو للآخر وديروا لي الإعجاب بالفيديو، لأول مرة يزور القناة يفعل الجرس والاشتراك. نبدأ على بركة الله. عندنا قطع ديال الدجاج كما كتشوفوا قطعناهم. لو بغيتي تعوضي بالدجاج ممكن ديري اللاذان، ممكن ديري قطع ديال الدجاج، داك ممكن ديري القنصات، الكبدة، يعني ماشي مشروط انك ديري الدجاج. وعندي قبطة ديال الربيع مقبطاها، وعندي جوج دامات ديال البنه، قليل من البزار، الفلفل الاسود، وقليل من الكركم، تقريبا ديك الملعقه صغيره مملوءه، وكذلك ملعقه مملوءه ديال السكينجبير، وملعقه مملوءه ديال القرفه، وقليل من الملح على حسب الذوق. وعندنا لاصوص، عندنا الثوم واللاصوص ديال الطومات حكيناهم، وعندنا الثوم مفروم، وعندي تقريبا 4 بصلات قطعتهم. دابا تقطعيهم ماشي قطع صغيره، كتخليها شويه كبيره باش تبان لينا في لاصوص ديال الشعريه ديالنا. وعندي نصف كاس ديال زيت الزيتون، وكذلك الزيت النباتي نصف كاس ديال الزيت النباتي، وعندي الحقده المطيشه. غنبداو دابا نديرو الطريقه. غادي نبدا معكم الطريقه المرق ديال الشعريه. غنحطوا القطع ديال الدجاج ديالنا، هاد الشعريه كتفور، كنسميوها شعريه المسقيه، يعني كتكون بالمرق واللاصوص ديال الطومات، كتجي زوينه، جربوها راها زوينه بزاف. ملي ضفنا دابا الدجاج غنضيفوا باقي التوابل. غنضيفوا زيت الزيتون، انا عزيز عليا نطيب بزيت الزيتون، ممكن تعوضي بالزيت النباتي ماشي مشكل. وغادي ناخذ قليل من البصل باش نشحروا المرق ديالنا. ونضيفوا الثوم، دابا غادي نقليهم على النار. دابا الدجاج ديالنا كيتقلى كما كتشوفوا، كيتقلى مزيان. غادي نضيفوا الطماطم ديالنا اللي حكيناها، وغادي نضيفوا الحك ديال المطيشه كذلك. اللي ما بغاش يديرو ممكن يستغنى عنه، ولكن من الاحسن انه باش تجي محمضه وتجي حمراء باش كتجي زوينه. انا كنفضلها تكون حمراء، لان هاد السفه المسقيه كتجي حمراء وزوينه. دابا حطينا القبطه ديال المعدنوس كذلك، وغادي نضيفوا دابا الماء يكون مغلي مزيان حتى نغطيو الدجاج ديالنا. غنخليو دابا ياك نحطوه، ودابا غادي نمشيو نوريكم طريقة الشعرية كيفاش غادي نفوروها. هادي هي السفة ديالنا، الشعرية ديال السفة هي هادي. تقريبا انا عندي نص كيلو، غنوريكم الطريقة كيفاش. دابا غادي نحط ديك نص كاس ديال الزيت، غادي نخلط بالشعرية ديالي كاملة، تتشرب الزيت كلها، ما نخليو حتى شي مكان بلا الزيت. طريقة بسيطة وسهلة، يعني غادي تخلطيها بالزيت كاملة تتشرب كل الزيت، وغادي نحطوها في الكسكاس باش تفور. كنبقاو نديرو هاد العملية، تنخلطوها مزيان
حطينا الشعريه ديالنا دابا في الكسكاس، غادي نحطوها دابا للتفور. و دابا يا الطنجره ديالنا غلات مزيان، غنحطوا دابا الكسكاس ديالنا ونخليوها تفور تطلع داك البخار مزيان، ونعاودوا للمرحله الثانيه نوريكم الطريقه ديالتها. حنا غادي نديروا ثلاث مراحل، يعني ثلاث تفويرات. تبعوا معايا الفيديو الاخر، كتجي جد هائله ورائعه جدا، تجربوها في بيوتكم. دابا الشعريه ديالتنا هيا كتفور مزيان، طلع كما كتشوفوا طلع على البخار مزيان. دابا غادي نزولوها من طنجره وغادي نحطوها. دابا غادي نضيفوا عليها الماء، تقريبا كأس ديال الماء. نخلطوه مزيان تقريبا. دابا هي جوج كيسان ديال الماء باش خلطنا دابا الشعريه ديالنا. غادي نخليوها تتشرب وعاد غادي نحطوها في الكسكاس ونخليوها تفور للمره الثانيه. هاي التفويضه الثانيه صافي كملت. دابا غادي نحطوها في الطبق وباش نعاودو تاني نديرو ليها الكاس ديال الماء. كما كتشوفوا المرق هو دابا كيغلي، ديما كنحطوا الكسكاس فوق الطنجره، ديما تخليها كتفور مزيان، يعني حتى كيطلق طلع البخار مزيان. وعاد كنزولوها من الطنجره ونحطوها. دابا غادي نضيفوا ليها الكاس ديال الماء نفس الطريقة اللي درناها في التفويرة، نفس الطريقة. غادي نضيفو ليها شوية الماء وغادي نعاودوها مزيان وغنحطوها في الكسكاس وغادي نرجعوها الطنجرة باش نحطوها للتفويرة الثالثة وعاد نقدموها. المهم دابا هادي غادي نكملوها، غادي نحطوها في الكسكاس. ضفنا لها دابا تقريبا كاس ديال الماء وغادي نحطوها في الكسكاس ونحطوها في الطنجرة ونخليوها تتبخر مزيان، طلع البخار مزيان ونلتقيو. درنا دابا هاد العمليه ديال التفويره الثانيه اللي قلنا لكم وخرجناها وضفنا ليها الماء. تقريبا هزتني نص سيت ديال الماء، لان التفويره الثانيه من حد كتزيدي في الماء يلا كتشرب الماء، حيت خاصنا نشربوها الماء مزيان، كتكون خاصها الماء بزاف. تقريبا دارت ليا نص سيت ديال الماء. دابا حطيت نصف الكاس ديال الماء وضفت عليه الملحه، كتذوب وغادي نخلطها على الشعريه ديالتنا ونخلطها مزيان باش تشرب الملحه. من غادي نشربوها مزيان غادي نحطوها في الكسكاس. من بعدها غتبقى لينا تفويره ثالثه وهي الاخيره، هي اللي عليها غادي نقدموا التقديم الاخير. تقريبا دابا هي خليوها تتشرب مزيان، عاد غنحطوها في الكسكاس ونحطوها تفور مزيان، والمرق حتى هو كيطيب حتى هو. غنضيفوا عليه طامه البنه هي الاخيره، وغادي نبقى نمشيو للمرحله الاخرى هي التفويره الاخيره. هذه هي التفويره الاخيره اللي غنحطوها دابا في الكسكاس، عليها غادي نقوموا بالتقديم. وصلنا دابا مرحله التقديم. كما كتشوفوا الشعريه ديالتنا كيفاش كتجي مفرزه حبه على حبه، حيت كتشبعيها الماء مزيان باش كتعطي، وكتجي رطبه وكتجي زوينه كتجي. هذه هي الطريقه ديال الشعريه المدفونه، كتجي روعه. ماشي الشعريه ديال السفه الحلوه اللي كنديروها، او الشعريه المدفونه اللي كنديروها عاد كنديرو بها السكر، هذه بوحدها، هذه بلا صوص طوماط، كتجي روعه جدا جدا جدا. جربوها اكيد غادي تعجبكم. دابا غادي نحطوا المرق ديالنا والدجاج وغادي تبعوا معنا الطريقه كلها. غادي نحطوها. دابا غادي نحلوا الطنجره ديالنا باش نحطوا المرق ديال الشعريه اللي فيه الدجاج، وغادي نبداو نقدمو.
دابا صافي طاب لينا، زولنا الدجاج، انا زولته قبل باش ما يتفتتش لينا. وغنضيف دابايا السمن، كيجي روعة. اللي محبين السمن يضيفوا السمن، كيجي زوين. دابا وجدنا الطبق اللي حطينا فيه الشعرية ديالنا، وغادي نحطو، غادي نتبعو معايا. خليو السمن ديالنا يدوب، وطبعا كتذوقوا المرق ديالكم، واش خاصكم الملح كتزيدوا الملح على حسب الذوق. قطع د الدجاج ديالنا نحطوهم في الطبق كما كتشوفوا، ونكملوا كملوا تنكملوا الطبق ديالنا. نتمنى يكون عجبكم، كيجي رائع. وصلنا دابا لمرحلة التقديم كما كتشوفوا كيفاش جا. كنتمنى يكون عجبكم هذا الطبق اليوم، شعرية المدفونة كيجي جد روعة باللاصوص وبالدجاج. نتمنى يعجبكم وتجربوه في بيوتكم. كيجي وجبة العشاء كتجي هائلة، روعة، ما نقولش لكم عليه، كيجي هائل ولذيذ. هذا هو الطبق ديالنا كان اليوم. كنشكركم على المتابعة، ما تنساوش ديروا الإعجاب بالفيديو، بارطاجيو، ولأول مرة يزور القناة ما ينساش يتابعونا ويفعل الجرس باش يتوصل بجديدنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.